والله بهاي المناسبة السعيدة منحب نهني جلالة القائد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونتمنى له العمر الطويل ودائما يظل على راسنا فوق راسنا ان شاء الله. سيد فراس، بحضرتك ناشط في المجتمع الشركسي من الفئة الشبابية، شو في رسالة حابب توجهها؟ شو في شغلة انت حابب تحكيها ممكن انه يستفيد فيها المجتمع الشركسي؟ والله يا ستي انا يعني في موضوع بحز بنفس كل شباب الشركس، ودائما يعني موضوع مؤلم بالنسبة لنا، انه في موضوع المطالبة بالمقعد الدائرة الثالثة قصبة عمان، انه يعاد هذا المقعد الى اصله، يعني الى المكان اللي هو اصله موجود فيه، لانه الشركس كانوا دائما من بنات عمان ومن الناس اللي ساهموا فيها، والمقعد هذا بيعني شيء كثير لهم يعني. فان شاء الله انه يتم النظر بجدية بموضوع اعادة المقعد الشركسي الى الدائرة الثالثة، لانه كثير المجتمع الشركسي بصراحه كثير متالمين وكثير يعني حاسين انه في ظلم وقع عليهم بالموضوع هذا، وان شاء الله هاي رساله توصل ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك، تسلمي. شكرا. بالمناسبه العزيزه على قلوبنا، بحب احكي انه كل عام وانت بالف خير يا سيد البلاد جلاله الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبه السعيده على قلوبنا، ونهديك أجمل التهنئة والتبريكات، ونحن معك وإلك على طول.